ما فيش مخ، في جزمة في المخ، جزمة بط عالية كبيرة كمان. خلاص احنا اتفقنا من البداية على ان السياق اللي احنا بنتم فيه عروضنا على مدى السنوات الخمس دي هو ما يسمى بالمهرجان الدولي الدائم لسينما المؤلف، سينما دوتور. هذا ما يسمى بسينما المؤلف. سينما المؤلف تعني ان واحدا وحده يصنع فيلم، هو اللي بيبقى المصور والمخرج والكاتب والى اخره. الاستاذ شفيع شلبي في عمله هذا ليس واحدا ولكنه يمثل فريق ضخم جدا من المفكرين والمثقفين واللي بيحافظوا على ذاكرة مصر. فهذا ليس فقط تسجيل لحسن فتحي ولكنه تسجيل لذاكرة مصر.